السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا مع السترينجز. طبعا انت تقدر تستفاد من السترينج انه تحول من انتجر الى سترينج او من دبل الى سترينج، هذا حسب اللي انت تشوفه مناسب لك. ان انا خلينا نحذر من نختار الاسماء لانه جاي يخربط مع النيم سبيس. فنقول string to others، يعني طبعا تقدر تسمي اي اسم انت تشوفه مناسب. هنا الفكرة من عنده شنو؟ انه احنا مرات ناخذ القيم من اليوزر على شكل string، بس بعدين نريد نضعها في عمليات حسابية. على سبيل المثال تريد تاخذه من كونسول او من اليوزر انترفيس، فيعطيك اياه دائما على شكل string لضمان انه هذا الرقم اللي تاخذه انت ما راح يصير بها اي اشكالات، سواء كان هو انتجر سواء كان هو float. فخلينا نشوف كيف نعمل هذا الشيء. لو نجي هنا نقول له string بالسمول string string age يساوي مثلا 36 سنة عن عمري. هنا نقول له string salary يساوي 0.45 مثلا، فارزة منقطعة. طيب هذول اثنين string، بمعنى انه احنا نريد نحولهم، خلينا نقول احنا نريد نحولهم الى انتجر. فمن اجي يقول له انتجر my age يساوي، عندي شيء بكلاس الانتجر اقدر اقول له int dot، لاحظ في عندي شيء اسمه parse. هذا راح يسمح لي هذا الفانكشن انه اضع اي string فيها. الجميل بالاي دي اي الخاص للفيجوال ستوديو انه ينطيك ملاحظات. لاحظ convert the string representation of number to 32 bit signed integer equivalent. فاقدر اضع هنا الشيء اللي انا اريد احوله الى انتجر. الان هذا الايج هو string لان وضعناها بين اقواس الاقتباس المزدوجه، فهنا نقدر نقول له age. فبالحاله راح يحول لي الايج string الى integer. نفس الشيء إذا قلت هنا مثلاً double my salary يساوي، لاحظ double dot، عندي شيء اسمه parse. الدبل أيضاً أقدر أحوله هنا، أنطي له قوسين، لاحظ يقول لي أنطيني string أحول لك يا double، فأجي أخلي له شنو السالري. لاحظ الجميل انه من اعرف اي شيء في داخل الاي دي اي تلقائيا اكتشفه سالري، دبل كليك عليه بهذه الصوره. فاقدر انه هذا كنترول اكس اخذه انزل للاسفل كنترول في، لاحظ هذا راح اجي اقول له شنو age والماي age بهذه الصورة، والسالري مثلا هنا. طبعا هذا ممكن نعمله بيناتهم ما ناقص ناقص ناقص، يعني بداخل string راح يتعامل معه كstring. and my salary هنا أنا my salary بهذه الصورة. هنا أنا راح أجي أضع المتغير اللي هو اسمه age، وهنا أنا أجي أضع المتغير اللي هو اسمه my age. هنا اجي اضع salary، وهنا انا اجي اضع my salary بهذا الشكل. فخلونا نجرب انه نعمل run. لاحظ هنا عندي ال age 36، my age 36، salary 23.45، my salary 23.45. بس شلون اميز بيناتهم ايهما هما string ولا integer؟ احنا نعرف انه اكو شيء اسمه dot get type، يعني هنا أنا مثلا نقدر نقول له dot get type اللي هو function بهذه الصوره. فاقدر اضعها للكل لانه هو يتطبق على الكل سواء كان integer سواء كان double سواء كان string. المهم يطلع لك نوع ما. تلاحظ هنا الـ age string، هنا الـ age أصبح integer، الـ salary string، بعدين حولنا الـ salary إلى double. فهي طريقة جميلة جدا إنه أنت إذا تريد تحول
بين السترينج وبين الانتجر او الدبل او الفلوت. شوف انت شنو اللي تريد تعمله او شنو تاخذه انت من اليوزر وتريد تحوله، تقدر تستخدمه عن طريق الفانكشن اللي هو اسمه بارس. اضافه الى ذلك احنا عندنا في شيء اسمه الاف ستيتمنت، بس احنا بعدنا ما واصلين لهذا الشرط، يعني الشرطيه اللي هي الاف else والسويتش. بس لكن نقدر نعمل فشي بسيطه هنا حتى توضح اكثر الصوره لك، بس انا اوعدكم انه الاف ستيتمنت راح نشرحها بشكل مفصل. هنا انا عندي مثلا اذا كان السالري معاها حروف، اليوزر وضع حروف معاها، هنا المفروض انه ما يقدر يحولها، صح؟ يعني من اجي اقول له run، هنا راح يعطيني شنو؟ لاحظ get type، لح اعطاني ايرور. ليش اعطاني ايرور؟ لسبب بسيط، هنا evaluation للسالري دي يريد يحاول يعمل بس ما قدر، لسبب بسيط لانه يقول لك هنا عندك exception error اللي هو format exception، input string was not in the correct format. طبعا احنا بالنسبه لموضوع الاكسبشن والايرور بعدنا ما واصلين اليه، بس هذا دليل على انه الاي دي اي يقدر ينطيك فكره انه هذا الفورمات ما يقبلها. هنا عندك خطا، لاحظ كم جميل، اعطاك مكان الخطا اللي دي يصير بها. هنا السالري ما دي يصير، ليش؟ لان تضايف معاها احرف. ففي عندك فانكشن راح يفيدك جدا اللي هو هنا اذا جينا احنا قلنا له مثلا اف ستيتمنت، طبعا الاف ياخذ بين قوسين شرط معين، نقدر نقول له احنا شو نريد نحول؟ نريد نحول الدبل. فهنا احنا عندنا الدبل ماي سالري، فاقدر اقول له شنو؟ اقدر اقول له دبل دوت، في عندي شيء اسمه تراي بارس، جرب تحول. بدل ما اقول له راسا حول، اقول له جرب تحول. تحول منو؟ تحول السالري. جرب تحول السالري. الاف ستيتمنت هي الشرطيه، بعدين يقبل قوسين. قوسين هذه تجي تضع الكود اللي انت تريد تعمله. الشرط هنا اذا تحقق معناته يقدر يحول. تراي بارس هنا ده يعطينا ايرور، يقول دبل كليك يفتح لك اياها، يقول لك واز انكوركت فورمات بالنسبه لمن؟ بالنسبه للسالري. تمام، هنا ما يقدر يحوله، بس نقدر شو نقول له هنا؟ انطينا له احنا السالري، نقدر انه نضيف وين هنا اذا استخدمنا الكلاس دبل هنا التراي بارس اند، اغلق هذا، تعال هذا خذه كات، ضع هنا اللي هو الدبل ماي سالري اللي هو راح يحول لك السالري. else اذا فشل ما قدر يحول، فنقدر انه احنا نقول له ما نقدر نحولها. يعني مثلا هنا عندنا الكونسول، وين هذول لهم علاقه بالسالري صح؟ او هذا وحده الماي سالري، قول له كات، تعال ضيفه هنا. اوكي هذا قدر يحوله، فنقدر نضيفه هنا، وهذا هم نقدر نضيفه هنا. فش نقول له اذا حوله؟ اوكي انطيني التحويل مالته اللي هو منو راح يكون هنا؟ السالري، زين، لان هنا احنا الماي سالري حذفناها، فنقدر نقول له كوبي وسالري. هنا نقدر شو نقول له؟ ننطي له ملاحظه، نقول له can not converted، زين، هاي في حاله اذا ما قدر انه يحولها. فهنا عندنا شنو؟ عندنا if statement احنا قلنا راح نشرح عنها، بس هاي كتجربة انه يحاول يحولها، اذا ما قدر يحولها اذا يعطي لك الحالة الثانية انه هو ما قدر يحولها. and stop، ليش هنا عندنا مشكلة؟ خلينا نشوف هنا if double dot try parse، زين، فهنا طبعا ده يعطينا ايرور. ليش؟ شوف هنا شو يقول لك؟ يقول لك ما عندك اوفرلود لهذا الميثود انه ياخذ argument واحد فقط، لازم تنطي له argument اخر حتى شنو يقدر يطلع لك اياها القيمه. فنقدر نقول هنا فارزه out مثلا my salary بهذه الصوره حتى يقرا لك اياها منو؟ يقرا لك اياها التراي بارس.
أقدر هنا أقول مثلا double my salary فارز منقطة. فهنا أنا عرفت بالخارج double my salary وجيت هنا out لل my salary. في حالة إذا قدر يحولها أقول له أنطيني التايب مالته. في حالة إذا ما قدر يحولها فأقول له cannot converted. فأجي أعمل run من جديد ألاحظ هنا cannot converted ما يقدر يحولها. زين لسبب بسيط لأنه هنا احنا عدنا شنو جاي اريد نحول السالري اللي هو معاها أحرف. فقدرنا نتخلص من الايرور هنا بالtry parse نقدر نتخلص من الايرور. هاي جزئية راح نشرح لكم عنها في دروس الفانكشنز. هذا شنو يقبل قيمتين التراي بارس السالري القيمة الأصلية اللي انت جاي تريد تحولها للدبل وهذا بعد ما يحولها يرجع لك إياها اللي احنا جينا عرفناه هنا قلنا له دبل ماي سالري. جميل الآن لو رجعنا مرة أخرى رجعناها كأرقام وجينا قلنا له رن المفروض يقدر يحولها. لاحظ الماي سالري هو سيستم دوت دبل ممتاز جميل جدا يعني قدر يحول لك إياها إلى دبل. طبعا إذا شلت الـ get type فهو راح يعطيك شنو؟ راح يعطيك القيمة نفسها اللي هو 23.45. لاحظ my salary 23.45 عفوا. لكن إذا ضفت معاها أحرف فهنا ما صار double خلاص هذا تحول إلى شيء غير معروف بالنسبة له فيقولك ما راح يقدر يحول لك إياها. فتقدر تستخدم الـ function اللي هو try parse بالنسبة لي double بالنسبة لي الانت على سبيل المثال. هاي دي يستخدموها بالبرمجة يكون أفضل. ليش؟ حتى تحمي نفسك. يجوز اليوزر يضع قيم غير صحيحة ما يضع رقم أو ما يضع أرقام خلينا نقول كسرية فبالحالة يطلع لك ايرور بالتطبيق مالتك يعني ممكن تطبيقك يوقف. فهنا أنت ما تعرف يعني مثلا ممكن اليوزر يقولك أنه أنت انطيتني تطبيق هذا تطبيق توقف. زين شنو المشكلة؟ هل المشكلة من اليوزر نفسه أو مشكلة من البرنامج نفسه؟ فأكو أخطاء. أول أخطاء أنت لازم تتفاداها هي أخطاء اليوزر لأن اليوزر راح يكون إنسان عادي ليس مبرمج. قد يكون إنسان عادي ليس مبرمج فبهالحالة ممكن إدخالاتها تكون خاطئة فأنت ما ملام ولا برنامجك ملام هو الخطأ من عنده. فإذا لازم نحمي البرنامج مالتنا بهذه الفانكشنات الجميلة ونقدر أنه نعرفها أنه القيمة اللي وضعها على سبيل المثال كانت خاطئة. لهنا وصلنا لنهاية الدرس. شنو هذا؟ لهنا وصلنا لنهاية الدرس. نوقف نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.